السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم بشوف معايا كيفية تحضير المائدة رقم 3 لشهر رمضان المبارك أو لضيافاتنا ولمات العيلة، باش نحضروا اليوم أطباق سهلة والأهم أنها تكون بنينة إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. أول حاجة باش نبدأها معاكم نبدو خبز الدقر، طريقته سهلة والمذاق متاعو يجي بنين على الأخر. عندي 500 غرام سميد رطب، أرطب نوع كما تشوف، وخذيت 500 غرام فرينة دقيق ابيض. عندي قياس ملعقة ونص متاع اكل خميرة فورية متاع خبز، بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي ملعقة صغيرة سكر، وعندي ملعقة صغيرة ملح، وعندي قيمة زوز ملاعق اكل حليب بودر حليب الغبر، وعندي قيمة زوز ملاعق اكل زبدة. كما شفتوا معايا حطيت المكونات متاع الخبز الكلها فرد مرة. توا باش نخلي آلة العجن تتحرك ونصب الماء الدافي بشوي بشوي لين نتحصلوا على عجين الخبز، بسم الله الرحمن الرحيم. العجن كملت عجنت، مدة العجن دامت 10 دقائق، نقسمهم على 2 ل10 دقائق. نعجن الخمسة دقائق الاولى باش المكونات الكل تتخلط والفرينه والسميد يتبلوا كل بالمكونات وبالماء اللي عجنت فيه، ونخليها ترتاح دقائق ونعاود نخدم الماكينه مره اخرى 5 دقائق لين تحصلنا على عجينه طريه وملسه، طريه شوي عجينه اليوم مش عجينه كاسحه، تنجم حتى تلصق في اليدين كما تشوف. هذا القوام الصحيح متاعها. لمتها الكل في الوسط كما شفتوا، توا باش نغطيها ونخليها مدة 30 دقيقة، وبعد 30 دقيقة بحول الله نرجعوا باش نشكلوه. بعد لا خليت العجينة متاع الخبز ترتاح، توا باش نحضر معاكم السلطة. السلطة اللي اخترت باش نحضرها معاكم اليوم هي سلطة مفورة، سهلت التحضير وصحية والمذاق متاعها يجي من أبن ما يكون. لسلطة اليوم عملت 3 روس كبار بصل، وعندي 3 قرون فلفل من نوع الحلو أكل نوع المكعبر، و4 كعبات طماطم، عندي سنينات ثوم. نزيد نحطهم. بعد لحطيت الخضار متاع السلطه في الكسكاس، تو باش نهز نحطهم على البخار ونخليهم يطيبوا مده 20 دقيقة، ونحط عليهم الغطاء، وبعد توفى 20 دقيقة ويطيبوا نخلوهم يبردوا باش في اخر لحظه نحضروا السلطه. بعد لخليت السلطه تطيب على البخار، تو باش نحضر معاكم الشوربه. قبل ما نبدا نقلي البصله نتاع الشوربه يلزمني نحضر الطماطم والهريسه وشويه لفاح في شويه ماء باش كي نقلوا البصل نلقوا المكونات حاضره. توا عندي كاس ماء كبير حطيته في صحفه، وعندي ملعقه اكل طماطم الحك طماطم معجونه، وعندي شويه هريسه نحطهم في الماء، بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي شويه ملح وشويه فلفل اكحل ومغرفه صغيره فلفل احمر مرحي كما تشوف. نزيد نحطهم مع الطماطم والهريسه ونحركهم مليح لين الطماطم والفاحات يتحلوا في الماء، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد حركت الطماطم وشويه الهريسه وشويه الفلفل الاحمر في الماء، خليتهم توا بجانبي وحطيت كسرونه على النار تسخن باش نبدو نحضروا التقليه نتاع الشوربه. نحطوا قدر 3 ملاعق اكل زيت نباتي، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس القياس زيت زيتونه 3 ملاعق اكل، بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي مغرفه كبيره بصل مقصوص رقيق. تو باش نخليه يتقلى شوي، شوفوا معايا البصل تقلى وذبل وتبدل لونه كما تشوفوا. توا عندي ملعقة صغيرة متاع كمون هرستها بفصوص متاع ثوم، قدر 4 فصوص متاع ثوم، وعندي نصف ملعقة صغيرة متاع فلفل أحمر مرحي، شوية الزينة ولا فلفل أحمر مرحي حبيت تجي النكهة متاعهم في القليان، يعطوا مذاق بنين للشوربة متاع الحوت ولا شوربة السمك. نزيدو توا شوية الثوم ونزيدو شوية الفلفل الأحمر مرحي، نحل الثوم ونحركو مليح. كما شفتوا معايا شوية الثوم والكمون وشوية الفلفل الأحمر تقلو مليح، والمرحلة هذه يلزمنا نخفوا فيها يدينا شوي، أنا نقصت النار قبل ما نحط الثوم وشوية الفلفل الأحمر،
نخلوها على نار هادي باش الزينه والفلفل الاحمر ما يتحرقش. تو عندي المكونات اللي حركتهم، بسم الله الرحمن الرحيم، نعاود نحرك ونحط. تو النجم نزيد في النار شوي، نار وسط باش نخليهم يتقلو على نار وسط قيمة 3 ولا 4 دقائق، لين الطماطم والهريسة يتقلو مليح مع البصل والثوم، وبعد نرجع ان شاء الله. بعد لو في الدقائق والطماطم والمكونات قاعدين يتقلو، شوفوا معايا القوام نتاع التقلية نتاع شوربة الحوت. باش تنجح لنا شوربة الحوت والتقلية نتاعها يلزمنا نتحصلوا على القوام كيف هك، كيما تشوفوا معايا قوام خاثر والزيت نتاعها الكل يطلع، الزيت اللي حطيناه من الاول حبيتكم تشوفوه، ان شاء الله تكونوا تشوفوا فيه زيتها كله يطلع، والطماطم تولي كيما الناشف. في المرحلة هذه عندي 2 لتر من الماء اليغلي نزيدهم فوق المكونات نتاع التقلية. تو المرق نتاع الشوربة واصل مرحلة الغليان كيما تشوف، نحركوه شوي كيف هكا. تو باش نقص عليه النار ونرجع عليه الغطاء، نخليه مدة 5 ولا 6 دقائق وبعد نرجع ان شاء الله. التخميرة نتاع الخبز طالعة كيما تشوفوا ما شاء الله. تو باش نحط شوية فرينة في طاولة العمل ونحطوا العجينة. بسم الله الرحمن الرحيم. تو باش نحركوها شوي كيف هكا لين نخرجوا منها الهواء. تو عندي طبق رشيته بالفرينه ونحط الخبيزات الكل كيف هكا ونغطيهم بالمنديل. شوفوا معايا كملت قرصت الخبيزات، جوني 9 قطعات وكل ونحط كعيبه غطيه. تو باش نخليهم مغطين كيف هكا ونجبد بالكعيبه ونطلع معاكم الخبيزات. تو باش تشوفوا معايا كيفاش باش نطلع الخبيزات، جبت سميد الحرش كيما شفتوا وعملته في صحفه، وجبت صحفه فيها الماء ما عادي. تو باش نتركهم جانبا ونبدو نطلعوا بالخبازه بالخبازه وتشوفوا معايا الطريقه كيفاش نعملوها. ذروا شويه فرينه ونطلعوا الخبازه كيف هكا. شفتوا معايا طلعت الخبازه وخليتها خشينه شوي. تو باش نشدها من تحت، شوفوا معايا نشدها من تحت كيف هكا ونحطها في الماء، الوجه نتاعها برك، ونقطرها ونجيب السميد ونحط الوجه نتاعها في السميد. كيما تشوفوا معايا تو باش نحطها في الطبق باش ندخله للفرن ونبدا نفرشاتو بوراق الزبده، نقرصها شوي كيف هكا بيدي. تو كملت قرصتها كيما شفتوا. تو باش نغطيها ونكمل الكعبات الكل بنفس الطريقه.
طلعت الخبزات كلها كما شفتوني. توا عندي سكين خاصه بالخبز. توا باش نغطيه ونخليه تزيد تعاود تطلع الخميره نتاعو، وبعد نرجع ان شاء الله. خليت الصوص بتاع الشوربه تغلى شوي. نجيب الكسكاس اللي نطيب فيه السباجيتي. كيما شفتوا معايا حطيت الكسكاس نتاع السباجيتي في الكسرونه اللي فيها المرق نتاع الشوربه. توا عندي شويه سبارس ولا شويه حوت اللي باش نطيب بهم الشوربه. حطيت فيهم شويه ملح وباش نحطهم في الكسكاس. بسم الله الرحمن الرحيم. نطيبهم كيف هكا صايمين. نخليهم يطيبوا على نار هاديه في الصوص نتاع الشوربه مده 10 ولا 12 دقيقه، وبعد نرجع ان شاء الله. كما تشوفوا معايا الخبيزات طلعت الخميره نتاعهم، وحليت الفرن ل 10 دقائق على درجه حراره 220. نهز نحط الخبيزات في الفرن مده 10 ولا 12 دقيقه ونثبتوا فيهم من تحت. كي يحمروا من تحت نحلوا الفرن من فوق باش الوجه نتاع الخبز يحمر، وبعد نرجع ان شاء الله. كما تشوفوا معايا وكعبات الصبارص طابوا. توا باش نهز الكسكاس بشوي بشوي كيف هكا باش كعبات الحوت ما يتفترشوش وما ينزلليش الشوك في المرق نتاع الشوربه. نصفيها هكا بشوي بشوي. ونستحفظ على كعبات الحوت نخليهم صايمين كيف هكا. تو باش نخرجهم ونخليهم جانبا. عندي صحيفة ناقصه شوي مش شوربه، لسان عصفورك الصغيره كيما تشوف، نزيدها توا فوق الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحرك مليح باش نخلي الشوربه تطيب. هي كعبه الشوربه تطيب والمرق نتاع الشوربه يخفير، ونطفي عليها النار. السلطه بعد لا طابت خليتها تبرد مليح، توا باش نرحيها معاكم. كملت ريحه السلطه، نخلطها توا معاكم مليح باش الخضره تتخلط. كيما شفتوني خلطت مليح السلطه. توا باش نغطيها ونحطها في الثلاجه، وقبل الفطور بخمسة دقائق ولا قبل العشاء بخمسة دقائق. توا نفوحوها مع بعض ان شاء الله. توا باش نحضر معاكم البطاطا اللي باش نقدمها مع السلطه ومع الحوت. كما تشوفوا عملت قيمة إطرتين ونصف ماء في الكسرونة، وهما قريب يوصلوا مرحلة الغليان. نزيدهم ملعقة أكل ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزيدهم ملعقة ناقصة شوي كركم. وعندي وريقات متاع رند نزيدهم. تو باش نستنى لين الماء يوصل مرحلة الغليان. كما تشوفوا معايا الماء حطيت فيه شوية الكركم وشوية الملح وشوية الرند، وصل مرحلة الغليان. حسيت كيلو بطاطا. تو باش نحطها تتسلق قيمة خمسة دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. تو باش نخليها تطيب مدة خمسة دقائق في الماء. بعد خمسة دقائق نصفيها في الكسكاس ونرجع باش نشوف المرحلة الثانية لطبخ البطاطا. البطاطا طابت خمسة دقائق في الماء اللي حطيته فيها وصفيتها في الكسكاس. تو جبت طبق فرشت أوراق الطبخ وجبت زيت نباتي باش نرش الطبق من الأول برشة خفيفة من الزيت النباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد رشيت شوية الزيت دهنت بداية الزيت اللي رشيته باش القاعدة متاع الطبق تبدا كلها مرشوشة بالزيت باش البطاطا ما تلصقش. توا جبت البطاطا بعد استقطرت مليح من الماء نحطها فوق الطبق كيف هكا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب الزيت النباتي ونزيد نرشها كيف هكا قبل ما نسويه، ونفرقها على الطبق كامل. بعد لا طيبت الخبز ما سكرتش عليه،
خليته سخون وخليته في نفس الحرارة على درجة حرارة 220. تو نهز نحط البطاطا مدة 10 ولا 15 دقيقة ونثبت فيها، هي تحمار وتطيب ونخرجها. تو جبت صحن كبير وعندي 1 كيلوغرام من السمك اللي اسمه النازلي، غسلته مليح ونظفته. بسم الله الرحمن الرحيم. تو عندي شوية ثوم مفروم، عندي نصف ملعقة صغيرة من الكمون، وعندي ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر مرحي، وعندي ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأكحل، وعندي شوية ملح. تو نحرك الفحات الكلها في شوية السمك. كما شفتوني حركت شوية الحوت مليح ولا شوية النازلي، تو باش نخليهم يرتاحوا 20 ولا 25 دقيقة وبعد نبدو نقلو فيهم ان شاء الله. تو حطيت كوب من الفارينة ولا كاس من الفارينة في صينية كبيرة، وعندي شوية الحوت اللي فوحتهم معاكم ليهم اكثر من 20 دقيقة يرتاحوا في الفاح. تو باش نبدأ نحضرهم معاكم، نجيبوا بالقطاعة بسم الله الرحمن الرحيم ونحطوا فيها الفارينة كيف هك. والعملية هذه تبقى اختيارية، نحل الفم نتاع النازلي كيف هكا كما تشوفوا، ونجيب الذيل نتاعو ونحط الذيل في وسط الفم ونشد بداية الاثنين ونقرص كيف هكا كما تشوف، نزيد نذر عليه الفارينة كيف هكا. يجينا بالطريقة هذه، نحطه جانبا ونزيد نكمل معاكم كعبات النازلي الكل بنفس الطريقة. حطيت مقلة على النار وحطيت فيها قيمة من الزيت، سخنت توا مليح. توا باش نبدا نقلي معاكم كعبات النازلي بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا معايا كعبة النازلي طايبة تو من الظهر ومن الوجه. تو باش ننزلهم جبت صحن فيه منديل ورق، نحط كعبات النازلي كلهم. تو الفطور نتاعنا كل حضر، بقالي كان تفويح السلاطة باش نفوحها معاكم. عندي شوية ملح، عندي شوية تابل، نحرك مليح شوية الملح وشوية التابل في السلاطة. توا عندي شوية زيت زيتونة، نحط قدر 3 ولا 4 ملاعق بسم الله الرحمن الرحيم، ونحرك الزيت في السلاطة مليح. كما شفتوا معايا حركت السلاطه مليح. تو باش نحطها في صحن التقديم، جبت تو صحن باش نحط فيه السلاطه. كما شفتوا معايا حطيت السلاطه في صحن التقديم، تو نشد شويه زيت زيتونه ونعمل خيوط فوق السلاطه. عندي شوية مالح، عندي شوية فلفل بر عبيد، وعندي شوية خيار من نوع صغير مخلل وقصيت منه شوي، وعندي شوية جزر مخلل، شوية كرافس مخلل، وشوية كبار، وشوية زيتون. أي نوع متاع مخللات تجي فيها السلطة هذه، على خاطر الفلفل اللي عملته فيها مش حار، ولهذا باش نعمل فيها
شويه فلفل برع بيه. عملت المائدة الثالثة معاكم اليوم والحمد لله. تو باش تشوفوا معايا بالطبق بالطبق. وثم حاجة نحب نوضحها، اليوم ما عملتش حاجة حلوة على خاطر عندي شوية كنافة فاضلين من البارح وعندي شوية يويو، يعني اليوم مشني باش نعمل تحلية ونطيبها حاضرة، كي ظل عندي الفاضل ماذا بيا نكمله وبعد نعمل تحلية جديدة. هذايا صحين البطاطا اللي حضرته معاكم، بقت 15 دقيقة في الفرن على درجة حرارة 220، هي تبدأ تحمار من تحت والكوانات متاع البطاطا تبدأ تشد الحمورة ونخرجها من الفرن. هذا الطياب متاعها كيفاش يجي والمذاق متاعها يجي من أبن ما يكون. هذوما شوية النازلي اللي قليناهم مع بعض حطيتهم في صحن كبير، صدقوني المذاق متاعو يجي من أبن ما يكون. إن شاء الله ثاني تجربوا طريقتي في تحضير سمك النازلي وتعجبكم طريقتي وتنال رضاكم. هذه سلطة اليوم، زدت فوقها شوية فريون يزيدوا يعطوها مذاق بنين على الاخر. ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضير السلطة المفورة وتنال رضاكم. ونتعدوا تو نشوفوا الشرب. هذه الشربة بالحوت، عملتها اليوم لسان عصفور كيما تشوفوا معاها القوام تاعها يزمو يجي خاثر. وبالنسبة للشربة لسان عصفور ديما وين نطيبوها احيانا ما نطفو عليها نحطوها فوق الطاولة ويلزمها تتاكل خاطر كي تبرد تشرب الصوص نتاعها الكل، ولهذا نوع الشربة هذه تتكل من نارها يعني ما نصبروش عليها. وهذوما شوية الحوت اللي طيبتهم في الشربة، تو كل واحد نسربي له صحفة نحط له صحين صغير وبحذاه كعبة حوت من الصبارس ومعاها 10 قارص. هذايا الخبز متاعنا، هذايا الظهر متاعو، وهذايا الوجه متاعو. بالنسبة للسميد يخليه يتقرمش من فوق كيما تشوف، ولكن ما تحبوش السميد وما تحبوش مذاق السميد في الخبز تنجموا تبدلوه بالفارينة، تعملوا مثلا في بلاصة السميد شوية فارينة كيما شفتون. نحب نوريكم الوسطاني متاع الخبز، خبز يجي بنين بنين على الاخر ويجي المذاق متاعو من احسن ما يكون ويجي كلي بونج من داخل. شوفوه كيفاش تو بيحاولوه نصور لكم الوسط متاعو من قريب باش تشوفوا القوام متاعو والبيبة متاعو من داخل. نتمنى ثانا يعجبكم خبز اليوم، وتو ما بقالي كنقول اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. ان شاء الله تعجبكم المائدة رقم 3 وتنال رضاكم. كان عجبتكم اطباق اليوم وعجبكم محتوى القناة ما تنسوش باش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتبرتاجوا فيديوهات القناة بين اهلكم وحبابكم، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الى اللقاء في وصفة قادمة عن قريب، دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.